الطفل العنيد كيف ممكن الواحد يتعامل معه؟ الطفل العنيد بهدوء، بالاحتضان، بالمحبة، بالمسايرة. يعني الطفل اللي عم تخلق هذه الشغلة معه ممكن من بالفطرة، يعني بدنا نشوف نحن كوضع مثلا شو اللي بيريده، شو ما بدنا نتعامل معه بعنف، يعني شيء مناسب له بحيث انه يتقبل كلامنا او تعليماتنا. ممكن تكون هي بالفطرة تتعالج. يعني الطفل بده مسايرة، والله ما إذا أتيتي بالعنف كما لو بزيد أكثر. والله صعب تتعاملي معه مثل بالعنودية، بدك تجي بالمسايرة، لأن إذا جيتي بده يكون أعند، بتصرف تصرفات ما طبيعية. أول شيء العصبية، ثاني شيء بده يجاكرك، بده يعمل بعكس ما أنت بتطلبي منه. بس بالمسايرة أخذ رأيه وتركه على حريته، يعني ما يكون عنيف معه. حاول كتير نمتص غضبه أو نتعامل بهدوء، لأنه هذا الجيل والله غير أي جيل، عنيد جدا ما فينا عليه. أهم شيء أنه أول شيء ما أكسر الحاجز بينه وبين الولد، حاول سايره مرات، ممكن إذا ما استجاب وما تجاوب أنا بدي أضطر أستخدم أسلوب تاني، يعني غير أني أنا سايره، بس مو صح أني أنا كل مرة سايره، فبدي لاقي أسلوب تاني، حاول أجذبه وما أكسر الحاجز بينه وبينه. أكيد الضرب أبعد شيء. استوعبه بمشي معه بس لفترة معينة، لما اللي بعصب لا والله ما بيني، نضطر نمد ايدنا.